بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذه الأمسية المباركة نلتقي بشخصية من شخصيات مدينة مسعد المعطاءة، هذه المدينة الطيبة، ألا وهو الأستاذ المربي السويسي المختار. أستاذنا الفاضل، أولا كيف هي أحوالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بدأ أسأل عن نفسي نيابة عن أهل بيتي، أرحب بك وبمن يرافقك سي بشير بسعود، سي عبد القادر سي أحمد بورزق، وهم بالطبع ثلاثتهم تلامذتي. الحمد لله أنا بخير وعلى خير الحمد لله، جميع أحوالي على ما يرام الحمد لله. يحضر في هذه الأمسية وفي هذا اللقاء التلميذ المدير أستاذ البشير بسعود، كما يحضر معنا كذلك التلميذ رجل الأعمال سي عبد القادر الأطرش، ويحضر معنا التلميذ الأستاذ في الثانوية الأستاذ أحمد بورزقة، ويحضر معنا مصطفى سويسي الابن. نعود إليك أستاذي الكريم، أول سؤالنا هو من هو مصطفى، من هو سويسي مختار؟ سويسي مختار من سعدي بسيط، ولد وعاش في مدينة مسد، مارس فيها مهنة التربية والتعليم، كان من الزمن يقدر حوالي لا بالضبط يقدر ب 32 سنة. الله يبارك. في متوسطة واحدة هي متوسطة عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب مسعد. أستاذي الفاضل، أولا حدثنا بداية عن دراستك في الابتدائي، مرحلة الابتدائي، أين درست الابتدائي؟ على من يد درست؟ في ما درست المرحلة الابتدائية في مدارس متعددة، آخرها سيدي نايل، منهاج درست امتحان شهادة التعليم الابتدائي، وما يسمى في ذلك الوقت بمسابقة امتحان سنة سادسة، لأن في ذلك الوقت كان هناك من يجتاز امتحان نهاية السنة من نهاية المرحلة الابتدائية فقط، وهناك من يجتاز المرحلة الابتدائية زائد شهادة التعليم الابتدائي، وهناك من يجتاز شهادة التعليم الابتدائي ومسابقة يصل مباشرة إلى السنة الثانية متوسط حسب العمر. من كان ولد قبل 60 يجتاز شهادة التعليم الابتدائي زائد مسابقة ومنها إلى السنة الثانية متوسط. مواليد 60 و61 اجتزنا شهادة التعليم الابتدائي في نفس الأسبوع ونهاية مرحلة. الباقون مواليد 62 و63 اجتزوا مرحلة امتحان مرحلة نهاية المرحلة الابتدائية فقط. أستاذي الفاضل، قلت معلمي في الابتدائي بالطبع كثيرون، أذكر منهم مثلا نوري بشير رحمه الله، الله يرحمه، العايب محمد حفظه الله، المداني بالمداني، سيفر أربي شفيه نوري، شيخ نوري سيفر، والله هذا ما أذكر، أخي الحاج بن علي سويسي اللي هو والد وأخ ومعلم. عبد القادر العرافي يقرئك السلام، قول سلامي إلى الأستاذ وكل حاضرين الحاضرين معنا. وعليك وعليه السلام. الأستاذ المختار، دائما في مرحلة الابتدائي، هل تعرضت وأنت تلميذ للضرب في الابتدائي؟ لا أعتقد أن تلميذاً ينجو من الضرب، لكن ما أسجله هو أنني ضربت وبطريقة الفلقة على يد الشيخ المدني بالمدني.
فلقة في الابتدائي الفلقة. في الابتدائي في سنة خامسة. سنة خامسة. ولشيء بسيط أعطيت لنا مسألة، كان أستاذ معلم فرنسي هما، أعطانا مسألة والمسألة فيها مساحة، حساب مساحة، فإذا بنا نحسب المساحة بالمتر وليس بالمتر المربع، فكان نصيبنا 4000 فلقة. والذان عبد القادر يقول لك السي المختار عبد الجنة ربي يحفظه، والسلام موصول إلى كل الزملاء الحاضرين. وعليه السلام وجعله خالد من أهل الجنة. خالد العربي سليليح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله. أبو فاتح الحاج، تحياتي إلى كل الحضور. أبو فاتح الحاج هو أبو جلال الجموعي. أيوه أيوه. لأن تحياتنا للأخ الجموعي أبو جلال. الأخ المختار، انتهت مرحلة الابتدائي، هل ممكن نعرف كيف كان المختار في طفولته؟ كيف كانت الطفولة تاع السويسي المختار؟ طفل بسيط يحتاج إلى كل ما هو عند أطفال اليوم، قد يحتاج إلى الحذاء، وقد يحتاج إلى السروال، وقد يحتاج إلى ولكنها مرحلة من مراحل العمر التي يشتاق إليها كل إنسان. في أي حي ولدت؟ لا أذكر. لا أذكر أين ولدت؟ لا أذكر. من هم أصدقاء الطفولة الذين تتذكرهم؟ والله طفولة، مثلا نعطيك الدراح محمد طاهر بن العياشي، درس معايا 8 سنوات ابتداء من السنة السادسة حتى السنة الثالثة ثانوي، ونحن في قسم واحد. في المرحلة هذه، في المرحلة اللي نسميها طفولة أو ما بعد الطفولة، كان بربرة بالقاسم بن دحمان، كان بن عبد الله العياضي، كان قراش حمد، كان ولو فيه بعض التفاوت في الأعمار. كيف كانت معيشتكم في ذلك الوقت؟ كيفاش كانت المعيشة في مسعد؟ المعيشة البسيطة، المعيشة البسيطة الراقية. مسعد كان صاحب البستان الذي طوله 10 أمتار ولا 15 متر وعرضه أقل، يعيش ويتصدق، يعيش منه هو وعائلته وكذا، ويتصدق منه ويكرم الجيران وكذا، والمعيشة بسيطة. في الدكان صندوق من البطاطا يبقى أسبوع أو أسابيع، وكل شيء في وقته. كنا نجد مثلا اليقطين في وقت اليقطين، اللفت وجزر وكذا في وقت الجزر، واللفت في الصيف نجد شيء من الباذنجان محل. كل شيء في وقته، كل شيء في وقته ومحله، ولم نكن نعرف في طفولتنا هذه الأمور موجودة. عيسى النايلي، أستاذي الفاضل، لك مني كل الثناء والتقديرين بعدد قطرات المطر وألوان الزهر وشذى العطر على جهودك الثمينة والقيمة من أجل مدرستنا الغالية. حفظك الله أخينا عيسى. نعود الآن، انتهت مرحلة الابتدائي وانتقلتم إلى المتوسط، أين درست المتوسطة الوحيدة في مصر، وهي المتوسطة العتيقة الشيخ الجاني. درسنا فيها 4 سنوات تحت إدارة الشيخ الجابري في السنتين الأولى والثانية والنصف الثالثة، ثم بعد ذلك تولى إدارتها الشيخ مشري عامر حفظهم الله ورعاهما. من درسك من الأساتذة؟ في السنة الأولى، إذا شئت نفصلك. فصل. في السنة الأولى درستنا الأستاذة نوال عبد اللطيف، ذكرها الله بخير، لغة عربية وتربية إسلامية. ودرسنا اسمه فاروق، رياضيات وعلوم. ودرسنا محمود رحمه الله، الشيخ محمود، تاريخ والله جغرافيا، دودو محمد العكس، إذا هو درس تاريخ دودو محمد درسنا الجغرافيا.
ودرسنا واحد هو من الجلفاء وله أصول مسعدية، لأنه هو من خاله الدرح العياشي اسمه بكاي محمد، الذي الوحيد ربما ولسبب أتفه مما مضى. هل ممكن نعرف السبب؟ سبب بسيط، دخل القسم وهو يرتدي حذاء، أعجبني الحذاء ده، وهو يشرح ويتجول بين الصفوف وأنا أنظر إلى الحذاء، فإذا به يصفعني وتقبلت الأمر عادي بدون سبب فقط. فأنا أذكر هاتين الحادثتين وأكن لصاحبيهما جليل الاحترام. بن عطا الله سعد، ربي يحفظه ويبارك فيه، أستاذي المختار الشاوي جمال، أستاذي وأفتخر بجلال الجموع. تحياتي إلى جميع الحضور وإلى زميلي في التعليم والسياسة صاحب المواقف الوطنية الأستاذ سويسي شكرا المختار. شكرا 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 لأخ جموعي. نعود إلى مرحلة المتوسط، كيف اجتزت من المتوسط إلى الثانوي؟ كيف كان عادي، كان هناك تنقيط خلال السنة وهو المعمول به، واجتزنا كذلك امتحان شهادة التعليم المتوسط في، وهنا تذكر لي أن الامتحانات الثلاث، شهادة التعليم الابتدائي ونهاية المرحلة الابتدائية وشهادة التعليم المتوسط، في مؤسسات متجاورة في جلفة، الأمير خالد والمدرسة التي تقابلها لا أذكر اسمها الآن والأمير عبد القادر، فامتحان شهادة التعليم المتوسط جوزنا في الأمير عبد القادر، وتحت قيادتي ورئاسة الشيخ حمزة بغلي رحمه الله. الله يرحمه. هو كان رئيس مركز، وما أدرك ما حمزة بغلي. ممكن عندما بن جد باقوقة أستاذي الفاضل حفظه الله ورعاه. شكرا باقوقة. شكرا لك. تفقد حمزة بغلي بعد شخصية بعد نعود لحمزة. عندما نتكلم عن مرحلة المتوسط، قلت لي أولا حادثتين صارت لك، في حادثة في الابتدائي وحادثة في المتوسط بدون سبب. لا ولم لا أقول بدون سبب، ولم بالنسبة للأولى خطأ، وإلى حد اليوم لا أخطئ في المساحة، حينما أكتب المساحة أتذكر حادثة الطعن دائما. إذن الفلاقة كانت لك درسا، درس أصبحت أرسخ ما تكون. عليل هتهات، أسعد الله مساءكم بكل خير، تحياتي لكم وتحية لأستاذنا الكريم سي سويسي، بورك فيكم، بارك الله فيك. عندما نتكلم عن هذا الوقت بالذات، وقت كم هذا، كيف كانت الدراسة وكيف كانت العلاقة بين الأستاذ والتلميذ؟ والله هذه قضية الأستاذ بالدرجة الأولى، احنا نتكلم مثلا عن المرحلة المتوسطة، مرحلة التعليم المتوسط، أنا الرابعة كان يدرسنا واللغة العربية الشيخ دودو محمد، والذي له علينا أفضال كثيرة، كنا في شارع زملاء وجيران، لأن كان تربطنا علاقة الجيرة، وكنا زملاء في الشارع، لكن في المدرسة كان هو الأستاذ ونحن التلاميذ عادي. في داخل المدرسة شيء وخارج المدرسة شيء آخر. طبعا حتى في هناك احترام، لكن نحن زملاء، معناها نبقى مع بعض، نجلس مع بعض، ربما نلعب مع بعض مختلف الألعاب، لكن في المدرسة يبقى هو الأستاذ ونحن التلاميذ. نواصل مع الآن، انتهت مرحلة المتوسط إلى مرحلة الثانوي. أين درست الثانوي؟ في المدرسة الثانوية الوحيدة. نعم نعم. كانت الوحيدة على مستوى الولاية. على مستوى الولاية.
وفيها حتى من هم خارج الولاية، حتى قيل وقتها أن فيها 1300 طالب ولا شو أدري. هي على كل حال كانت فيها كامل مدن الولاية، من بيرين والسارة حتى صحاري سد العجال الجرفة مسعد بحبح كذا، من ربوع الولاية كامل. وكان فيها بعض الذين يأتون، أذكر مثلا من قصر البخاري، من بقواط، من زميلة الأمير عبد القادر المعروفة الآن في لين عفوا طاقين طاقين تبع الشلالة، عدد كبير من التلاميذ الذين كانوا يأتون من مكان. هل تتذكر من كان المدير في الثانوية؟ أي نعم نعم، أول مدير وجدناه نحن لما دخلنا السنة الأولى هو الشيخ باقلي حمزة، رجل صارم صارم إلى أقصى الحدود، وبقى معنا حوالي إحنا ربما بقى معنا عام، ثم تولى إدارتها سي محمد شيروف، سي محمد صالح شيروف، وتكلمت عليه سي أحمد مرة في الفيسبوك. محمد صالح شيروف هذا رفيق بومبدين في الدراسة، هو الذي سافر معه من الشرق الجزائري إلى زيتونة في تونس، ومن تونس إلى القاهرة الأزهر، ثم تولى إدارة هذه الثانوية مدة عام عامين لا, لا, لا أذكر بالضبط، ثم انتقل إلى ثانوية في على ما أعتقد في قصر شلالة، ثم جاء مدير آخر. لا احنا كان اخر سنه مع محمد صالح شيروف، ذكره الله بخير، الى حتى كان عندنا ناظر من على ما اعتقد من منطقه واد سوف يسمى شكيري عبد العزيز، اول من رفع العلم الجزائري على مبنى الاذاعه والتلفزيون، توفي مؤخر من ذوات السنوات على ما اعتقد، ربي يرحمه. يحكى الكثير عن المدير هذا سيد باقلي هذا رحمه الله، يحكى عنه الكثير، هل له تتذكر له مواقف؟ مواقف حتى معنا احنا مثلا، احنا بعد ما حول هو نقل الى مدينه عين ذهب في مديه، وقع حدث حادث وتوفي، بعد ما توفي نقل وتوفي، و خروج مساء يوم الاثنين خروج قانوني، فإذا رأى منا الواحد فجأة سيارة بيضاء من نوع 204 عليه أن يختفي، عليه أن يختفي، حتى يسترجع الذكرى قال حمزة راح. مرة من المرات في الليل أخبأه أدنى لا نعرف من أين تأتي، إحنا في القسم، فإذا بالأخبار توصلنا أن حمزة باقلي خرج من المكتب وسيتجه يمينا أو يسارا، ونحن في القسم والأستاذ يدرس لا نعرف كيف تأتي الأخبار. يوم من الأيام هو مسافر ونحن نعرف أن المدير غائب، دخلنا لتناول وجبة العشاء، انطفى الضوء، شبيبة وداخليين وضغط وكذا، الملاعق والصحون، فإذا بالسيارة أمام المطعم والأضواء مشتعلة والرجل أمامها وله كلمة مشهورة كلح، وكأن أحد لا يوجد. من أين هذا شخصيته من هذا الصرامة هذه والتأثير هذا شخصية وكل واحد وكيف يجعل نفسه، واحد يكون هين، واحد قاسي، واحد شديد، واحد صلب، واحد حتى يقال أنه كوينته كوينا عسكريا للسعودية. وكان له أخ في وزارة الخارجية اسمه أحمد حمزة، توفي في الطائرة التي توفي فيها محمد صدق بن يحيى. لكم ألف تحية، ترفع لكم القبعة، مجيد إبراهيمي، عليك السلام. هل تتذكر
أجمل لحظة لك في الثانوية؟ والله صدقني إذا قلت لك أن الثانوية، أن أيام ثانوية كانت كلها جميلة. الأيام أيام ثانوية كلها جميلة. أسوأ لحظة لك في الثانوية هل لديك؟ لا أعتقد. لا أعتقد. كان الزمن جميلا. كان الزمن جميلا. ماذا تغير إذا قلنا أنه كان الزمن جميلا، ماذا تغير؟ قد تكون رفاهية أفسدت الزمن. ممكن. قد تكون رفاهية أفسدت الزمن. انتهت مرحلة الثانوية. بعد الثانوية مباشرة بعد المسابقة إلى المعهد التكنولوجي للتربية، المعهد التكنولوجي في الجلف، الذي كان أول دفعة يكونها في الأساتذة لغة عربية، وكان موجود في بربيح في الموسم الذي تكوننا فيه نحن، حول إلى ما يسمى اليوم بسطامي شويحة بجانب الحماية المدنية في البرج. درسنا فيه عام، قسمان، قسم لغة فرنسية، ومن بين من كانوا فيه محمد سعيد، وقسم لغة عربية، وفيه أربعة من سعد: الشيخ علي ذكره الله خير، الشيخ حسن، الشيخ محمد طاهر، والمتحدث. في أي سنة؟ 81 82. 81 82. درستم عامين في المعهد. عام. ثم عينتم في أين عينتم؟ ولكن عينت أنا في عمر أبو عبد اللي، وشيهاب علي في شيب تجيب، وبقي الآخران حتى حوالي أكتوبر رقي الشيخ محمد دودو مراقبا عاما في الثانوية، فحول شيهاب علي إلى أبو عبد اللي، وعين سيح حسين مكانه، وبقي محمد طاهر حتى حوالي نوفمبر فتح ملحق في ذا البطمة فعين فيه. فقط كنت أقول أن أضعنا فيها الكثير. إحنا كنا 22 أستاذ متربص، ومنحنا أستاذا فذا في مختلف جميع في مختلف علوم اللغة العربية. سوري اسمه أبو زيد، كان موسوعة في جميع علوم اللغة العربية، لكننا أضعنا معه وقتا كثيرا منا وليس منه. لم تغتنموا الفرصة مع الفرصة معه. بالنسبة ما الشيء الذي استفدتموه في تكوينكم في المعهد التكنولوجي؟ جئنا جاهزين، لأن كان عندنا نوعي التكوين: النظري والعملي. دعني من المادة، قال أنت أستاذ لغة عربية تتلقى دروسا في المادة، قال في عروضها، في بلاغتها، في نحوها، في صرفها، في أدابها، في كذا في كذا في كذا. لكن إلى جانب هذا، هناك تربية خاصة، هناك تربية عامة، هناك مثل التشريع المدرسي، هنا ومع هذا التطبيق العملي. فحينما أكملنا مرحلة التكوين كنا على قدر من الجاهزية، معنى على الأقل أن الواحد يستطيع أن يقف ويتحدث، قد يخطئ، قد يصيب، هذا أمر آخر، لكنه جاهز للعمل كآلة جاهز. أستاذ المختار، هنا نتوقف قليلا عند المعهد التكنولوجي، لعب دورا كبيرا في تكوين المعلمين والأساتذة. أكيد، وخسارة كبيرة للتربية فقط المعهد التكنولوجي. لماذا في نظرك أنت، لماذا أغلقت المعاهد التكنولوجية؟ والله هناك أسباب ممكن كثيرة. قد يعتقد المعتقد أن الجامعة تمد أكثر مما يمد معهد التكنولوجي، وهذا من جانب ممكن،
من جانب المعلومة، قد يكون الإنسان الحاصل على شهادة الليسانس مثلا في الأدب العربي خير من ذاك الذي مثلا انتقل إلى المعهد التكنولوجي بسنة ثالثة ثانوي ولا بالبكالوريا. لكن في التكوين، في علاقة الأستاذ بالتلميذ، في كيفية إعطاء المعلومة وكذا، لا أعتقد أن المعهد تعوضه الجميع أبدا. لأنه أصلا في التكوين المعهد التكنولوجي هناك مادة تدرس للأساتذة يسموها علم النفس. علم النفس، علم النفس. إذن يكون الأستاذ كيف يعامل الطفل وكيف يصبح أستاذا، كيف يعرف هذا الطفل، كيف يعرف هذا الطفل ويتعامل معه. في كم عمرك وأنت أستاذا في المتوسط، بداية أول سنة؟ أتممت 21 سنة. 21 بشرت 21 سنة، يعني أنا من مواليد 61 وبدأت المشوار التعليمي في سبتمبر 82. وأنت تدخل القسم لأول مرة أمام التلاميذ، كيف كان شعورك وإحساسك؟ والله لا أمر لا أذكره، لكن لا أعتقد أنه كان مميز، لا أعتقد أنه كان مميز. حبيت بقسمين فيهم مجموعة هائلة من التلاميذ من أصحاب المستوى الرائع في ذلك الوقت، منهم بشير زحمد، سعد بالخيري، موسى بن نعمان، والله كاين الاخر راه في الدائره بن يحيى محمد، كاين وشعال الازهري، كاين عباس عبد القادر، مجموعه كبيره. ربما بالمناسبه سي عبد القادر نتمنى له الشفاء ان شاء الله. ان شاء الله عبد القادر ودان عبد القادر الصحافي التلفزيون الجزائري طاهر حليس يقول لك شكرا استاذي. ولك الشكر. الأستاذ المختار، الآن أصبحت أستاذا وأنت صاحب 21 ربيعا، كيفاش كانت المعاملة بينك وبين التلاميذ؟ كيف كنت تعامل التلاميذ؟ أنت جئت بشهود، سؤال كان من الأحرى يتوجه للسي أحمد ولا سي، لكن علاقتي كانت معهم طيبة جدا جدا جدا. أعتقد أن هذه علاقتي مع التلاميذ حتى اليوم خرجت. قد كنت أضرب، وأضرب بشدة، لكنني دائما لا أعتقد أنني ضربت تلميذ وأنا أحمل له حقدا أبدا. قد يشعر التلميذ بهذا، ولذلك أنا أستسمح كل تلميذ شعر مني بهذا. أولا أستسمح كل من درسه، من ضربته، وخاصة الذي شعر أنني أضربه ضربا لغير مصلحته. هل هو التلميذ نفسه الذي قابلته في 1982 وهو نفسه التلميذ الذي تقاعدت في سنواته؟ التلميذ كتلميذ كمستوى فكر وأخلاق وتربية من جميع النواحي. المستوى يفترق، المستوى كل عام يتدنى، وهنا لا يلام التلميذ ولكن تلام الظروف المحيطة بالتلميذ. وقد تلام المنظومة التربوية، تلام، هي ظرف من الظروف. هي ظرف من الظروف. أما من ناحية التربية والأخلاق وكذا، الحمد لله من 82 حتى 2014 ودا
درست من مختلف الجهات الشمالية في المدينة، من حي الجسر، حي المستشفى، ضايا كما تسمى، قبر صاحبي، حتى الحي المجاهدين. هذا نقول حتى المنطقة هذه منطقة سيدي نايل، ولم أجد اختلافا يذكر، لأن التلميذ في الآخر الأول والأخير يطلب منه ما يطلب من التلميذ، لا يطلب منه ما يطلب من الأستاذ ولا من كذا ولا من كذا. وأنت ما لا تتصور أنك تضع تلميذ بين يديك ساعة ساعتين أربع ساعات وهو لا يتحرك لا يتكلم لا ينظر إليك ومركز معك وكذا، هذا أمر مستحيل. لابد أن، لكن أني صادفت تلميذ سيء الأخلاق. الأخ يوسف العايب، سلامي وتحياتي للأستاذ وإلى جميع الضيوف. يسألك الأخ يوسف العايب، هل قال لك هل عبد الله صليح طايعك ولا لا؟ عبد الله صليح طايع كاع الناس، عبد الله صليح الحمد لله، عبد الله صليح طايع الكل بما فيهم يوسف. بما فيهم يوسف العايب. بما فيهم يوسف. ممكن طاعته ليوسف العايب خوفا من يوسف. لا لا لا، ذاك أمر آخر. سالم يوسف، الشيخ المختار، مربي هادئ وذكي رياضياتي، لأنه لم ينسى وحده المساحة، وصاحب معارف أمده الله بالصحة والعافية. وللحضور جميعا، الآن نترك الشيخ يرتاح قليلا وننتقل إلى الأستاذ المدير البشير بالسعود. الأخ البشير، أنت الآن تجلس أمام من كان له الفضل في بداية دفعتك في الدراسة، هو شعورك وأنت تجلس مع الأستاذ وأنت الآن أستاذا ومديرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. شكرا لك الشيخ بلال على إتاحة هذه الفرصة الطيبة أن نلتقي بأستاذنا ومربينا أستاذ مختار سويسي، الذي كانت لنا معه أيام لا تنسى. قد تعلمنا منه قبل العلم، أخذنا منه كيف آخرين، كان يحبنا حبا عظيما وزرع فينا هذا الحب حتى صرنا نحب بعضنا البعض، فصارت المدرسة ليست هي البيت الثاني بل البيت، وكنا متألفين هالخلق نتاعو انعكس علينا، وكان سبب في الدراسة أننا نكون مثابرين ونحب هذا الدراسة. لم نحبب سنوات مثل هذه السنوات التي كان فيها معنا، والتي نحييه فيها وربي يجازيه خير، لأنه في زرع فينا تلك البذرة التي صارت شجرة بل صارت دوحة وآتت ثمارها في كل حين، وما زالت تؤتيها إلى هذه اللحظة. علمنا أيضا كثير من معاني اللقاء مع الناس وكيف نتعامل مع الناس، وقبل ما نتعلم منه كنا نحبه، وكان واحد مرة أنه كيمرو وكنا نتهافت على بيته في الزيارة، كنا وين نخرج من المتوسطة ونروحوا لدار، حتى شفاه ربي في ذلك المرحلة. ومن خلال نحيي كل جيل، المختار هو واجب لجيل عريض من الأساتذة، نحييهم جميعا كل واحد باسمه، لأنهم تركوا فينا تلك الآثار الطيبة وما زلنا نعيدها إلى اليوم ونقدمها لكل من مررنا بهم، سواء تلاميذ أو زملاء وأصدقاء أو من نتعامل معهم من أهل هذه المدينة الطيبة، جزاه الله كل خير. أخ البشير، هل لا أظن أنه ضرب. ممكن كنت تلميذا ذكيا أو تلميذ في المستوى فلم تتعرض إلى الضرب، هل شاهدت أستاذك يضرب تلميذا آخر؟ الحق أنني لا أظن أنني شاهدت، وإذا كانت في إطار مزاح. إذن شكرا للأخ البشير. نعود لأستاذنا السويسي المختار، تحياتي طاهر السعيد، تحياتي للأستاذ السويسي المختار.
طاهر سعيد كذلك، ربي يبارك فيكم. وعبد المالك تحياتي، أستاذي السويسي سلم لي عليه. سلم عليك عبد المالك. الأستاذ المختار تلميذ، تلميذ اليوم وتلميذ الزمن، ذلك الزمن. المدراء كيف كانوا المدراء يعطوناكم التوصيات في أول، أنا عملت مع عدد من المدراء. أول عام عملت مع الشيخ حاشي عبد الحميد حفظه الله، وكان لقائي معه قليلا جدا، لأني أنا كنت أعمل في ملحقة في عمر الخطاب، وهو كان مدير في بو عبد اللي، وأغلب الوقت ساكن في الجافة، وكان من يدير المؤسسة تقريبا إدارة كلية الشيخ شيهاب الخير مراقب عام رحمه الله. رحمه الله. ثم بعد ذلك العام الموالي 83-84 حولت أو عينت في عمر الخطاب تحت إدارة الشيخ حفيظي الشيخ ذكره بسعدي، ذكره الله بخير إن كان حيا ورحمه إن كان ميتا. لم يكن أعطي التوصيات حفيظي، كان هو كله توصيات. تخيل أن هو بقى يسكن في بوسعادة، الأهل في بوسعادة، المؤسسة فيها الأقسام فقط ولا صورة لها. الفصل الأول من السنة كان فيها الثانوية وفيها المتوسطة، وهي مفتوحة على كل الجهات. هو يبات في المؤسسة ويتغدى ويتعشى وكذا عند بعض من الجماعة. يوم السبت، يوم الخميس بعد ما الـ 12 نزل العلم يرجع، ولا سبت سبقه أحد منا إلى المؤسسة، مع أنه لا يملك سيارة وليس هناك خط مباشر بين بوسعادة ومسعد، وإنما يخرج من بيته إلى الجلفة في سيارة عسرة الجلفة، ومن الجلفة المسعد، ومع ذلك يسبقنا جميعا. تخيل هذا الإنسان الذي يكون بهذا الشكل كيف تعمل معه؟ لابد أن تقتدي ولن تستطيع الاقتداء كليا، ولكن ما استطعت. مصطفى الأخنش يقرئكم السلام جميعا. وعليك وعليه السلام. حمد بالخير، سلامي وتحياتي لأستاذنا الفاضل وبارك الله في الجميع. هل ممكن سؤال، هو سؤال شوية، كم كانت الأجرة الشهرية تاعك في البداية؟ سأتكلم عن الأجرة ثم أعود إلى المدراء. الأجرة احنا بدينا ب 245 دينار، معناها 2450 دينار. 245000 2450 دينار، هذا أول راتب، وهو كافي في ذلك الوقت، كان يكفي. أعود إلى المدراء بعد هذه الفترة، فترة 3 سنوات، نقل الشيخ حافظي إلى منطقة بوسعادة، وعين بدل أستاذنا وشيخنا ومديرنا زرقة مصفى. وزرقة مصفى دبلوماسي في التسيير، بقي معك قد لا يكون حاضرا لكنه يسير، قد لا يكون حاضرا لكن بقي معنا حتى 2009. وهذه الفترة كاملة ومدرسة عمر بن الخطاب تحقق نتائج دائما مشجعة وثابتة في حتى في ترتيبها في المؤسسات. هناك مؤسسات ترقى وتسقط، قال هذا العام مؤسسة كذا مرتبة الأولى، العام الآخر راح في أسفل سافلين. عمر بن الخطاب تحافظ دائما على الترتيب هذاك، الثالث الرابع دائما بنتائج مقبولة دائما. أستاذ، عندما تقول لي أن المتوسطة تسير بدون يكون غائب المدير والمتوسطة تسير عادي،
إذا هذا الطاقم التربوي قد يكون الطاقم التربوي الطاقم التربوي كان متكامل وناجح جدا. وحتى إذا أعطيتك بعض الأسماء تقدر تحكم. والثقة التي يوفرها المسؤول في من هم تحت رعايته حينما يحسك بالثقة يلقى عليك حمل كبير. أقوى وأعظم من أنه يراقبك في كل لحظة. لأنه حينما يراقبك في كل لحظة حينما يغيب حينما يغفر حينما كان قد تتصرف. لكن إذا كان شعرك مسؤولية حملك مسؤولية صعب أنك تخونه. وهناك أنا لدي رأي آخر مشابه لرأيك، أن هذا الطاقم التربوي مراقبة الله سبحانه وتعالى مجذرة أو متجذرة في 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 ضمير المهني. ولكن إذا وجدت التربة الصالحة لا تهمل. تربة صالحة إذا بذرت فيها بذر عنده رعاية سينتج بهذه الرعاية ربما أقل جهد وأقل تكلفة. لكن حينما تكون تربة غير صالحة حتى وإن بذل الجهد وغلت التكلفة يبقى سالم غريب يبلغك السلام من بحبح. الله أكبر. سالم غريب أخو عبد الهادي. أخو عبد الهادي وعليك وعليه السلام وأستاذ رياضيات في بحبح ببحبح. نواصل الآن. هناك سؤال يطرح من المشاهدين. مسعد بين الأمس واليوم. مسعد بين الأمس واليوم كان أمس واليوم مسعد كانت مسعد ثم اغتصبت فهي مغتصبة اليوم. لأن مسعد من أستطيع أن أقول مثلا من بالخير شيء رحمه الله كرئيس بلدية وقبله طاهر دحمان وقبله مصطفى زرقوط وقبله قاسم قادر وقبله ناس كانت هي عاطية المسعد قيمتها. اليوم صبحت مسعد كما قلت اغتصبت من أهلها ضاعت. مسعد صبحت اليوم حتى القمة ما 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 الشباب اليوم دائما عندما يحكون لهم عن مسعد مسعد كانت وكانت 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 أصبح الشباب الآن متضمر ويقول دائما الكثير يقول لك بلي مسعد كانت مدينة وأصبحت عبارة عن قرية كبيرة. أنا قال لي واحد اللي البارح قال لي رئيس حكومة في زيارة الجلفة ولاية الجلفة لكن سيختصر تختصر الزيارة على المنطقة الشمالية بيرين وبحبح والسالة ودار الشيوخ والجلفة. وقلت له ربما يكلفنا اللي يقرا علينا الفاتحة حنايا وتهنا لأننا مقبرة ما ناش مدينة. هذا لو كان في وقت واحد آخر ومسؤولين آخرين وكان مثلا في وقت بالخير شهاب والله عبد الرحمن طاهري والله السيد الحاج طه مش عبد القادر ما يحدثش لأن كانت الولاية تقعد من مسعد. كانت الولاية تقعد من مسعد. كلمنا الكثير من شخصيات من الجلفة قالوا لنا كنا نأخذ القرارات المهمة تؤخذ القرارات المهمة من مسعد. حتى الناس يخرج من بيته من بحبح والله من دار الشيوخ والله إلى أين؟ المسعد. من أجل ماذا؟ نسحر. لأنه يجد من يحدثه في مسعد. لكن اليوم ما يجد. أستاذ المختار مسعد دائما عندما نتكلم عن مسعد الجريحة وهي فعلا جريحة هل هناك أمل أن تعود مسعد؟ الأمل موجود. الأمل موجود ولكن يحتاج رجال. يحتاج رجال يتكاتفوا. الأمل موجود صعيب لأن مسعد كبرت قرية لكن الأمل موجود. الأمل موجود
إذا لم يكن في إصلاح المدينة قد يصلح أهلها. هل ترى أن ولاية مسعد الولاية المنتدبة مسعد هي إيجابية أم سلبية عندما نتحول إلى ولاية منتدبة؟ هي لن تكون سلبية، لكن قد لا تكون إيجابية. لن تكون سلبية بالضرورة، لأن على الأقل توفر مناصب شغل، توفر كذا، توفر. لكن إذا بقيت الحال على ما هي عليه قد لا تفيدنا كثيرا، قد لا تفيدنا كثيرا. إذا الحل موجود، الحل موجود، لكن يحتاج جهد، يحتاج تضحية. أنت اليوم يحب لك أنك في تفتح شوارع ولاية منتدبة أو ولاية قائمة لا يوجد فيها شارع، ما عندناش شارع في مصر. نترك لاستراحة السريعة. دائما معنا الأستاذ أحمد بورزقة، أحد تلاميذ سي المختار حفظه الله ورعاه. الأستاذ أحمد، وأنت تجلس الآن، كنت تجلس مع سي المختار الشيخ المختار، تجلس في الطاولة وهو في مكتب القسم، مش معه عنده، وأنت في نعم أمامه، أمامه أمامه، وأنت اليوم تجلس بالقرب منه. كيف هو هذا الشعور وكيف الإحساس تاعك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا يعجز اللسان عن التعبير على هذا الموقف اللي راه موجود أمام إقامة التعليم والتربية في مسعد، اللي تعلمنا كما ذكر زميلي وأخي بشير بن سعود، تعلمنا منه الكثير. أشياء تعلمناها قد تكون أشياء تعلمناها في الابتدائي، ومن بعد دخلنا المتوسط يعني أضفى جو آخر في نتكلم عن القسم كما ذكر الأخ بشير. يعني القسم برغم أنه أول عام تدريس له، وأذكر أنه بعد عام وبعد عامين سألته أستاذي على القسم تاعنا، قال لي ذكر لي اللي كنت مانيش راضي عليكم، معناها كان بهذاك القسم بهذاك الحيوية تاع القسم والنخبة اللي كانت موجودة فيه، قال لي ما كنتش راضي عليك، معناها شو كنت أطمح الأكثر. من بعد قال لي يبدو أنه سيصبح هذا اللي قالها لي بعد عامين، قال لي نظن القسم هذايا هو المثال اللي يبقى دائما نقارن به الأقسام والأجيال اللي تجي من بعد. الشيء المميز اللي يقدر يديره في القسم، نتكلم بصفة عامة، من بعد نتكلم على حاجة شخصية، انه اضفى ذاك جو التعاون حتى في الدراسه، تعاون يعني عمل جماعي اللي تفتقده المنظومه التربويه الان. يعني دائما في التوجيهات تاع الساده المفتشين وكذا يركزوا على العمل الجماعي داخل القسم. كان هو في ذيك الفتره هذيك يعني هذه راها حديثه، يعني طرق التدريس الحديثه انك دير شو ترافاي دي جروب، هذاك تاع عمل المجموعات في الاقسام في القسم، يقسموا المجموعات يعني بحيث يكون كاين فروقات موجوده داخل القسم يعالجها عن طريق العمل المجموعات. هو كان هذه طريقه حديثه، هو كان يطبقها في ذيك الفتره هذيك، في الفتره يعني في اول دفعه دخل يدرس فيها يعني 82 83، يعني نقولوا سبق الكثير من النظريات تاع التربوي اللي راها الان راهم ينادوا بها باش نعودوا في الطريق تاع التدريس. هذه وحده يعني اضفى هذاك الجو التعاون والحيوية داخل القسم. شيء واحد اخر يعني انا نتذكر في ما يعني في حصة تعبير الكتابي انا كنت ننتظر فيه دائما بفارغ من الصبر، معناها لانه هو اللي يظهر قدرات التلاميذ في التعبير وكذا. ذكرني اول مرة نسمع كلمة يعني كلمة سمعتها عنده، الشجاعة الأدبية. يعني كنا نتكلم عن الشجاعة في كل المواطن، ذكرنا شيء واحد اخر يقول الشجاعة الأدبية تعلمناها منه في القسم. يعني الانسان كان يقرا ويطالع ويقرا لكنه ما عندوش الجرأة باش يهضر، تعلمناها في القسم. كان يدير لنا عناصر في العناصر تاع تعبير الكتاب لحد الان راني نتذكرها، ونتذكر في السنه رابعه قيل
سنة رابعة في مش عارف شنو الفترة اللي تثبيت تاعك في السنة الثانية بالضبط. سنة ثانية. سنة ثانية. ودرناها في بعد اللي. في بعد اللي. بعد اللي وحتى الترسيم تاعو داروا في التعبير الكتابي، نتذكر في حصة من الحصص اللي دارها دار في التعبير الكتابي. ضيفنا ضيفنا الليلة هو الأستاذ المختار السويسي، أستاذ اللغة العربية في متوسطة عمر ابن الخطاب. أكمل أستاذنا. قلت أنا أنه كان شيء مميز في التعبير الكتابي، يدرنا التمهيد هذاك العناصر العنصر الأول الثاني الثالث، ثم بعد كل مرة نبداو في التعبير هذاك. في الأخير كان يطلب منا يقول شكون اللي يقدر يعاود يدير لنا موضوع كامل. أنا كنت في ذيك الفترة هذيك تقريبا الموضوع معناها نحضر وأنا في القسم، معناها كيتبعوا في العناصر هذيك نوض نتخيل المقدمة والعرض والخاتمة قاعد عليها كامل. من بين الأشياء اللي ركز عليها أنه حببنا المطالعة. أنا كاين زوج من الناس يعني فضلهم لن أنساه مدى الحياة، المعلمي أستاذي معلمي بلربح محمد في الابتدائي كان دائما يحثني على المطالعة، يعني بحيث راني ذكرتها مع سيد بشير دينا نذكروا في قلت له نديروا جلسة مع الشيخ مختار دينا نذكروا في هذه الأشياء هذه. كاين كتب حتى كتب فكرية كنت طالع فيها وأنا سنة خامسة سنة سادسة، كي دخلت المتوسط لقيت الأستاذ مختار ربي يحفظه إن شاء الله أيضا شجعنا على المطالعة. في ذيك الفترة كنت أنا عندي مشكلة، كاين كل مرة تحكمني على كاتب والله شاعر والله نبقى نقرا فيه، وهو كان يركز هو كاين واحد الحاجه مانيش عارف فيها كان يديرها مثلا قال فتره حتى الناس تعرف شكون تقرا كي تبدا تستشهد، كنت الاستشهادات في التعبير الكتابي نستشهد بالكتاب اللي نقراهم. قال عطيت نهارات مثلا قال قريت مصطفى العقال من مافلوطي مثلا مافلوطي ولا العقاد ولا احمد شوقي ولا نبدا نستشهد بهذاك الكاتب او الشاعر. كان هو دائما كاين كثر انا في الاستشهاد في التعبير الكتابي، نقول كما قال احمد شوقي ولا كما قال الشيخ البشير الابراهيمي ولا كذا. كان ذوك كاين مره احمد امين درست له ياسر الكتابه تاعو في الخاطر هذيك السلسله عنده تاع كتب وقريتها كنت دائما نستشهد بها، يعود يقول لي تفضل يا سي احمد امين، عاد كي نخرج برا يعيطوا لي صحابي غير التسميه هذه. عطيت نهارات العقاد يعطيك يعني العقاد نهار المنفلوطي نهار هو اللي كان معناها هو اللي كان يحث فيا على المطالعه الدائمه والمستمره. يعني هذه اشياء قدر يغرسها فينا راه ممكن مانيش عارف قد يشوفها حاجه بسيطه لكنها والله اعظم الاشياء هذه اللي راه يغفل عنها الان جيل تاع التربيه الان يغفل على انا نحير في واحد الان يدرس تلقاه يدرس وما يطالعش لا يتبع الجديد في يعني تلقاه استاذ ما يطلعش. انا ذاك كان كتاب رحنا ليه ملي كان كما قال زرناه كنا نستناو كي نخرجوا 10 نروحوا نزوروه في كان مرض واحد الايام مرضها كنا كي اللي معناها لازم من بعد نروحوا لديارنا. لقيت عنده المكتبه فيها عنده مجموعه من الكتب بعد خلاص شفت كتب عنده. اول كتاب بديت عليه كتاب دكتور يوسف القرضاوي تاع الحلول المستورده بالضبط الحلول المستورده الاسلام والحلول المستورده يعني كتاب رائع كتبه يوسف القرضاوي وبعدها سلسله عنده هو يوم يعني من قيدت الكتب تاعو قال شفت المكتبه تاعو تكون وراه يقول يجيب كتاب يمد كتاب كان يدير لنا فيها في وسط يعني هذه اشياء الان رانا نشوفوها غائبه. بالنسبه لنا احنا كنا نشوفوا اعظم هديه تحصل عليها في المؤسسه التربويه انك يعني تحصل يعني هو الكتاب اللي كان يشوفه كما قلت الاستاذ بلربح محمد وسي مختار هذا الزوج اللي كان مؤثر كبير يعني سا في مسيره تاع الدراسه اللي كان يقرا فيها كنا نقراو فيها. هذاك الجو اللي صنعوا دارنا فعلا اسره كما قال لك سيد بشير قال دارنا ولات بيتنا الاول مش البيت الثاني تقعد تستنى وتروح تقرا وتقعد الحصه تستنى فيها بفارغ من الصبر بهذاك الجو برغم ان ممكن تلقى كاينه مثبطات حاجه اخرى لكن الجو صنعوه لنا ثم صنع ثم مع النشاطات اللي كانت موجوده في المال النشاطات الصفيه اللي كانت موجوده ايضا عندها اهميه. انا نقولها دركا اي استاذ قادر يدير هذه النشاطات اللاصفيه يقدر يديرها الاستاذ ولا المعلم ولا في اي موقع في التربيه راها تحبب التلميذ ولا الطالب يعني فعلا ترغبوا في المدرسه تولي عنده صح فعلا يلقى فيها روحه. يعني احنا كنا السؤال
وشنو سبب نفور التلاميذ اللي يستي يخرج ما يستيش يدخل المدرسه وش يقعد فيها؟ راه رانا حنا ساهمنا فيها، الان رانا حنا مساهمين فيها كما قال الشيخ مختار، قال لك المنظومه التربويه ككل وما يحيط بها حنا رانا جزء منها هنايا. حتى المفروض التلميذ كيعود جاي المدرسه يعود حاس روحو فعلا لاقي ديك الرغبه باش يقرا، لانه يحس بلي يلقى جديد، علاه تولي حوس يخرج؟ لانه ما جاش جديد عندك تايا، يدور يلقى في جهه اخرى، يلقى في الفيسبوك، يلقى في الانترنت، يلقى في جهه العاب، يلقى في كذا، لانه معناها لقى روحو. المفروض الان العكس، نحولوا هذا الاهتمام، يعني التلميذ كيعود جاي يعود صح فعلا راغب باش يروح المدرسه، يلقى انسان صح متكون، يلقى انسان اللي يحثو، يلقى انسان اللي يرغبوا في المطالعه، وهذه الاشياء لقيناها في الجيل الاول تاع الراعي الاول تاع التربيه، اللي مهما هدرنا ولا تكلمنا والله لنا فيها وحقها. يعني الان رانا حسنه من حسنات سي المختار وكل الجيل اللي راه درسنا في ذيك الفتره سي الشيهب وكل هذيك المجموعه، الاستاذ نجم بولرباح والاستاذ احسن كما ذكرت احسن، ويعني كل هذيك الفئه البشريه الله يرحمه. يعني انا في يوم المعلم ذكرنا اسمها، ذكرنا كاع اللي قررنا درناها في عدها سابقا. شكرا. نعود اليك استاذي الان، تعود ان شاء الله تعود ريحت شويه. استرحت. الاستاذ المختار عندما يتكلم التلميذ الاستاذ عن قضيه المطالعه، كان هل الاستاذ كان حر في وقتكم؟ هل كان له كل الصلاحيات في قسمه؟ وخلي اليوم فقط الصلاحيات. نعم. لا، الأستاذ حر في قسمه أمس واليوم وقت، وخاصة في قضية المطالعة، لأن المطالعة ما ليست نشاطا صفيا في الحقيقة. هذا شيء. لاحظوا أن الأستاذ مثلا في نص الاختبار يختار نصا، يشوق التلاميذ، قال هذا النص مثلا من كتاب كذا، وهو موجود في المكتبة الفلانية مثلا. أنا كنت تلاميذ ينشر لهم كتب بسعادة مثلا، نجمع مبالغ من عندهم في عدة سنوات ونشر لهم من بسعادة، ولو كانت كتب معينة مثلا، مثلا كان كتب عبد الملك مرتضى، الدكتور عبد الملك مرتضى يتحدث فيها على مثلا اعتقد تاثير الشعر الجزائري في الثوره الجزائريه ولا في الحركه الاصلاحيه ولا كذا، عده سنوات نشروا هذه الكتب ونطالعوها. فالمطالعه في الحقيقه الاستاذ حر في هذا الامر. قد يكون التلميذ اليوم لا يملك وقته للمطالعة، لأن عنده أولا كثافة تاع برنامج، وثانيا عنده الهواتف النقالة اللي خضت تقريبا جل وقت التلميذ. قد يكون التلميذ هو الذي لا يملك وقته وليس الأستاذ. أليست المنظومة التربوية والإصلاحات الجديدة هي التي أوقعت التعليم والتربية في هذا المشكل؟ هي عدة أمور. الإصلاح ارتجالية، هي إصلاحات ارتجالية، والطاقم المكلف بالتربية اليوم والتعليم قد تجده كفءا كما قلنا في الأول من حيث المادة. أستاذ يتخرج من الجامعة بشهادة ليسونس ما شاء الله، لكنه من طاولة التلميذ إلى مصطبة الأستاذ، فرق مترتين على الأكثر. قد لا يصلح، قد لا ينجح، قد لا يفيد. هذه المعلومة اللي عنده، هذا الكم الهائل من المعلومات، لا يملك وسيلة إيصالها، لأنه لم يتكون. وهنا ذا خطأ كبير. ولاحظ ماذا يحدث الآن، مسابقة، وفي المسابقة ناجحون وفيها احتياطيون، يؤخذ الناجحون ثم الاحتياطيون ثم ما بعد الاحتياطيين.
ما لا يصلح الأمر بحته. ألا ترى الأمر مقصودا؟ أمورنا كلها مبيتة، لأن أمورنا أغلبها ليست بأيدينا. إحنا جزائر ودولة وحرة وكذا وإلى آخره، ووطن عربي وإسلامي وكذا، ولكن أعدائنا كلهم أقوى منا. أعدائنا كلهم أقوى منا، وقد يدسون لنا ما لا نعلم. السعدي رحمون يبلغك السلام ويتمنى لك الصحة والعافية. لنا وله إن شاء الله. تعرف السعدي رحمون؟ السعدي رحمون نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي ببلدية فيض البطمة. نعرف شيء. عائلة عريقة. ابن العوبي. ابن العوبي. ابن العوبي. هل تعرف أمه؟ لا نعرف خاوته وبيو، ونعرف جده وجدته، لا اذكر امه. انا خالو بن عباس محمد وعمار. نعم فهمني صح. هاي اذا خالو لها الاستاذ بن عباس. خالو بن عباس محمد الله يرحمه. الله يرحمه. اذا نواصل. قلت بان الامور ليست بايدينا، هل يمكن ان نعيد الامور الى ايدينا؟ ما هذا ليس كلامي ولا كلامك، ولكن هذا أمور أصعب مني ومنك ومن لا 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 لا, لا, لا يمكننا أن نأخذ في هذا. إحنا مجتمع ضعيف، حينما كنا إحنا الأقوى تكون أمورنا مثلنا، ما دمنا إحنا الأضعف لا نملك شيئا. نتوقف هنا لنخرج من التربية والتعليم إلى الشباب، إلى الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. أنت كنت عنصرا هاما في الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، هل ممكن تعطينا متى انخرطت في انخرطت كشاب في السبعينات، في السبعينات، لكنني مارست مهمة التنظيم في الاتحاد البلدي للشبيبة الجزائرية من 83 حتى 89 على ما أعتقد. من كان معك في ذلك الوقت؟ كان معي قراش حمد وبنيامين، يتناوبان عن الأمانة، لأن في الأول كان أمين حمد أمين عام، ثم انتدب مندوبا للدائرة وخلفه بنيامين صدارة، ثم بعد ذلك صار عضوا في المكتب الولائي للاتحاد الوطني للشباب الجزائري، وخلفه العياضي بن عبد الله. كان معايا العياضي بن عبد الله، كان معايا بن قراش حماد، كان معايا بن يامن، كان معايا جبر الله يرحمه بن قويدر. كانت مجموعة الزرقين. بن زرقين رابح ربي يرحمه. الله يرحمه. ربي يرحمه. ما هو الدور الذي كان يلعبه الاتحاد الوطني للشباب الجزائري؟ الدور الذي خلق من أجله شيء، وماذا كان يلعب شيء واحد آخر، هذا يتوقف على إطاراته. إذا كان إطاراته كفأة وناشطة وكذا، هو في جانب التربوي، فيه جانب الترفيهي، وفيه جانب التكويني. ويعمل الاتحاد من أجل التكوين السياسي والاجتماعي للشباب، ويعمل من الجانب الترفيهي مخيمات ورياضة وكذا وإلى آخره، وإحنا حضرنا لعدة مخيمات كان فيها بالمئات يروحوا من مسعد بفضل مجهودات كثير من الناس، ويعمل كذلك كنا على الجانب التوعوي، لأنه كان تقريبا رافض من روافض حزب جبهة التحرير، لأنه كان الحزب الواحد، كان الحزب الواحد، ويا ليته بقي الواحد. إذا أنت يا ليته بقي الواحد. أنت لست مع التعددية موجودة. أنت لست معها موجودة. التعددية الموجودة أما أنا لست معها. التعددية الموجودة لست. أنت تفضل الحزب الواحد. أنا أفضل التعددية الصحيحة. وإذا كانت التعددية الموجودة هذه من خلال قولك أن التعددية اليوم لا تخدم لا تخدم
لا 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 المصلحة العامة. ليست تعددية كما هي عند الدول التي تمارس التعددية السياسية. أستاذي المختار، الاتحاد الوطني للشباب الجزائرية والكشافة الإسلامية الجزائرية تابعة أم؟ هما نفس الشيء. قبل 73، قبل 73 كان شبيبة جبهة التحرير الوطني جافالان يسموها، وسكوت ميزانو الكشافة الإسلامية الجزائرية. ثم في سنة 73 أو حوالي 73 انضمت إلى بعضها البعض، صبحت الكشافة الإسلامية جزء من الاتحاد الوطني للشباب الجزائري. المكتب يتكون من فيه رئيس مكتب الكشافة على المستوى الوطني والولائي والمحلي. سؤال من المشاهدين قال لك: ما رأيكم في الدستور؟ الدستور والله ما درس، ما قرأته في لحد الآن، والله ما قرأته. قبل الانتخابات إن شاء الله سأجيبه. سي المختار، الكشافة هل كانت الوصاية للاتحاد الوطني للشباب الجزائرية أم تعمل؟ لا، الاتحاد الوطني للشباب الجزائرية هو وهو تحت وصاية الحزب كما قلت. هناك الحديث كثير من الحبر يسال بلي يقال بلي هناك مؤسسين للكشافة الجزائرية في مسعد هلاي. كل شيء عنده له مؤسس. طبعا الكشافة كان قبل في قبل ما نخلقوا هنا كان ببكر الميثا الله يرحمه، كان بعده واحد رحمات قديم يسموه جريطة محمد خو العروسي الله يرحمهم كاع، الشيخ بوهلال الأخضر الحاج الأخضر. في الفترة ما بين ربما 70 73 74 هنا في مسألة النشاط الكشفي توقف. بعثناه في هذه الفترة من بين في حوالي 74 ولا 75 76 لا أذكر بالضبط، بتحفيز من واحد جانب الجلفة، عامل لا أعتقد أنه محاسب عند مقاول بقوق عبد القادر الله يرحمه اسمه بن عطية محمد. السيد هذا هو اللي خلانا نعاود نبعث النشاط الكشفي. كنا ثلاثة، المتحدث والعياضي بن عبد الله وبربورة بالقاسم. بربورة بالقاسم عمل في بربورة بالقاسم بن دحمان اللي راه في البلدية. احنا كونا اول فوج كشفي في المقر اللي موجود في الراس. أهم النشاطات اللي كنتوا ديروا فيه؟ أهم النشاطات كنا نديروا النشاطات المحلية، هذه نديروا المخيمات. أول مخيم على ما أذكر درناه في جيجل في منطقة تسمى بلاش رحلي، لا يبعد كثيرا عن الكهوف العجيبة. العوانة. إيه؟ العوانة. العوانة. لا 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 أنا قصدي الشاطئ يسمى الأمس قريب كنت أذكر. الحجر الأسود. لا. لا في الكهوف. كنت أذكر أننا نذهب للكهوف مشينا على الأقدام. في حوالي 76 76 77 لا 77 لأن 76 كنا أطرنا أول مخيم للصحراويين في سيدي فرنسا. للصحراويين؟ ايه. كانوا هنا يقيمون في مسعد؟ لا، بعدها في سبتمبر. ايه عطرتوا اول دولة. اول ايه. اول تلاميذ اتصلوا ب داخلية الحاج احمد الدحمان، عطرناهم في سيدي فرنسا انا والعياضي بن عبد الله وبربوره بن قاسم وقراش حميد ورابح الله يرحمه بن سرقين في شهر رمضان. في رمضان. طبعا كان من شرفه كانوا مجموعه من بهبه وحده، والساره شرفه كذا ما كانش،
ولكن من الولايات الاخرى كل موجوده. كان الدعم، كان يقدم لكم الدعم من المجالس البلديه في المخيمات، في المخيمات الخاصه بنا الكشاف، كان كله من البلدي، كله من البلدي. وفروا كلش، كله من البلدي. مصروف ومبلغ مالي وعندنا سكنه من الخيام خاصه بنا، شريت من اجلنا، ملك كل الكشاف، ملك الاتحاد الوطني للشباب الجزائري كشافته. هناك سؤال من احد المشاهدين، قال لك ما رايك في معدل البكالوريا قبول 9 من 10؟ لكل قاعده استثناء، وحنا اليوم في الاستثناء لاننا نعيش ظرف خاص، وكل لكل حادثة حديث. الأمر التلميذ انقطع عن الدراسة مدة 7 شهور، ممكن يكون الأمر على جانب كبير من الصح. لأن حينما نكون في ظرف غير عادي، حلول تكون غير عادية. أستاذ المختار، دائما نعود بك إلى الكشافة والاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، هل كان لديك طموح أنك تشارك سياسيا في مناصب كبيرة في الدولة؟ أبدا أبدا، أقصى طموحي كان عضو في بلدية مثلا. شاركت انتخبت؟ انتخبت. كان الانتخاب عن طريق القائمة ولا الشطب؟ لا والله، عن طريق القائمة. عن طريق القائمة، لأن أنا انتخبت في الانتخابات التي شارك فيها 91 باسم جبهة التحرير. أنا كنت في قائمة ضمت فريتيس عبد الله ربي يرحمه ومتحدث كم اخذتم مقعد؟ 2 2 من 15، وبقينا في الفتره هذيك حتى الحله البلديه، كنا اعضاء في البلديه. كيف كان دوركم كمنتخبين؟ والله لم يكن هناك دور، لان الامور كانت فيها كثير من الضبابيه، التحول الجديد، الناس اللي دخلت البلدية بأفكار جديدة، اللي هم جماعة الجبهة الإسلامية من حلة. احنا لا دور لنا معناها باعتبارهم هم الأغلبية، لكن لم نكن مهمشين كما كثر خيرهم على كل حال، لأنهم كانوا زملائنا وأصحابنا وجيراننا وكذا. ولكن تستطيع القول ان الفتره هذيك فتره ميته، استثنائيه، فتره ميته. احد المشاهدين قال لك الا ترى باللي معدل 9 من 10 تميع للشهاده؟ ابدا ابدا، لان قلت لو كان في ظرف عادي يكون غير مقبول، في ظرف غير عادي فهو حل غير عادي. الشيخ المختار، الآن لو دق بابك أهل مسعد وطلبوا منك الترشح لرئاسة بلدية مسعد، أنت قلت أهل مسعد؟ نعم، وهذه صعيبة. أهل مسعد صعيبة، عندما أقول أهل مسعد، لكن لو كان أجد دعما قويا من مسعد ربما، لا لشيء. انا طلب مني الترشح من حزب مثلا، لن اترشح اليوم. ارى نفسي غير قادر، لكن اذا هل مسعد كما قلت، اذا نخبة مسعد
في هذه الحالة يكونوا هما اللي يسيروا، وال وال والرئيس أو الكذا يملكوا ختما، إيه، وهم اللي يسيروا، هذا ممكن، ولكن هذا صعب، ولن يكون. معناها ما كانش. إيه؟ معناها ما كانش. هذا لن يكون. لماذا لن يكون؟ إيه؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن من نتكلم عنهم قد استقالوا. استقالوا من استقالوا. استقالوا من 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 حياة مسعد سياسية واجتماعية وكذا وإلى آخره. لماذا نبكي عن مسعد إذن؟ نعم؟ علي مسعد. كلنا نبكي عن ماضينا. نبكي على شبابنا. أنا يوم أنا أبكي شبابي. وأبكي فيه مسعد. لماذا دائما نتغنى بالماضي وإذا طلب منا المشاركة لتغيير الحاضر لأننا نرفض؟ أنت تشارك حينما تقدر على التغيير. إذا أنت عندك في مسعد 33 عضو كلها من أجل تغيير، تستطيع أن تغير، وعندك مجتمع مدني يريد أن يغير، وعندك كما يسموهم كبار البلاد يريدون التغيير، وصلاح البلاد كما أنا أقول صلاح البلاد أي صالحين في البلاد يريدون التغيير، يسهل التغيير. أما أنك تتسبح في ضد التيار فتحصيل حاصل. يقال باللي الطبقة المثقفة نائمة ولم تحرك ساكنا. ممكن، ممكن جدا. لماذا؟ إيه؟ لماذا إذا كان أنت تكلمت عن رجال سبقوا، أسماء كثيرة سبقت كانوا رجالا فعلا في مستوى هذه المدينة، الآن هل مسعد عقرت أن تنجب مثل هؤلاء؟ لا، هي أنجبت كثيرا، لم يصبها العقر، لكنها أنجبت أكثر مما يجب، فجاء الإنجاب غير صحيح. إذن غثاء كغثاء السيل. كغثاء السيل. يقال أستاذنا الفاضل، يقال باللي دائما كل المجالس كل ما كثر فيها المنتخبين من التعليم تفشل المجالس في التسيير. وهذا خطأ. لأن احنا مجالسنا نتكلم، أنا عشت 4 مجالس ربما. المجلس الذي ترأسه الشيخ طهر لا أذكر منه إلا الطهر. والطهر شخصية فذة لن تتكرر في مسعد. الشيخ طهر شخصية فذة لن تتكرر في مسعد. بعده جاءت مجموعة تقاسمت المرحلة، في الأول ترأسها بالقاسم صيد وبعدها ترأسها مصطفى زرق في نفس الفترة، فيها مجموعة كبيرة من ونجحت. بعدها ترأسها طاهر دحمان معلم رحمه الله، وفيها مجموعة من المعلمين ونجحت. ثم بعد ذلك ترأسها بالخير الشهب، وفيها مجموعة كبيرة من المعلمين ونجحت نجاحا كبيرا. ثم بعد ذلك حدث ما حدث. العيب ماهوش في التعليم، في الذين يأتون إلى البلدية من التعليم. من الذين يأتون نوعية جلهم لست أدري لماذا يأتون للبلدية، ربما حتى هربوا من التعليم. عوام، عندما تتكلم عن العوام يقول لك من التعليم، فلان تعليم، فلان تعليم، فلان تعليم. العوام ما تقدرش تقول لهم. ولكن العوام حينما يسمعون كلامك هذا ويقارنون بين هذه البلدية التي فيها معلمين، معلمون في البلديات السابقة معلمون، سيجدون الفرق. يحتاجون إلى تنبيه. قال ها هي بلدية وفيها كذا من المعلمين، وها هي بلدية وفيها كذا من المعلمين، وكل رؤساء البلدية في مسعد تقريبا معلمين، لكنهم فشلوا حينما أصبح المنصب يتباع ويشرى. حينما أصبح رئيس القائمة ونائب رئيس القائمة وثالث القائمة ورابع القائمة، هذو كلهم
وتتخلط المجلس يصبح مزيج من باعوا واشتروا، فلا يأتون إلا من أجل البيع والشراء. درباك محمد يقرئك السلام. وعليك وعليه السلام. غسان خالد، تحياتنا لك يا أستاذنا. سؤال من عبد الله. عبد الله، من يصلح مديرا للتربية لولاية مسعد المنتدبة في رأيك؟ من الأداء أن مدير التربية يأتي من خارج الولاية كمسؤول تنفيذي كمسؤول تنفيذي. منتدبا مديرا منتدبا فقط؟ معليش، هم كثيرون الذين يصلحون، كثير مثلا، كثير كثير، فيهم من يقبل وفيهم من يرفض. والمسؤول لابد أن يكون متعدد المواهب، لا يكفي أنه معلم متعلم يحمل شهادة. وشفناها مثلا احنا جيء بعبد الرزاق ذكره الله بخير جنيتي، رجل عاش في محيط معين من الجامعة وإلى الجامعة، من طالب في الجامعة الأستاذ في الجامعة، فجيء به رئيس البلدية مسعد وهو لا يعرف عن مسعد ربما لا قليل ولا الكثير، عنده شهادة كبيرة ضخمة ولكنها للجامعة وليست للتسيير. هذا الذي يتولى منصب، احنا اليوم عندنا الأخضر مدير تربية وعطيه أمين عام، وعلي زرقط رئيس مصلحة وكذا، مثلهم كثيرون يستطيعون التسيير. ألا عطيه يستطيع أن يسير في شفا مصر؟ لا يستطيع أن يسير في مصر. أستاذي، دائما نتكلم عن مسعد، كنا نتكلم على مسعد منتدبة الولاية أو المقاطعة الإدارية الجديدة، ألا ترى بلي يجب أن يكون التأطير من إطارات هذه المدينة؟ هو حبذا أن يكون التأطير من لكن هذا لا أعتقد أنه يتسن، لا أعتقد أنه يتسن، لأنك تأتي بمدير تنفيذي مؤقت، قال هذا مدير تربية الولاية منتدبة، لابد يكون مارس العملية هذه ويعرفها وكذا. ممكن كاين عندنا إطارات لتصلح في تسيير بعض المديريات، مديريات واحدة أخرى ما لا يوجد مديريات، لا ما عندناش مدير صناعة مثلا، كان مثلا جيبوا مدير من مسعد ونعطوا له منصب مدير منتدب للصناعة مثلا. يقول المثل الشعبي أعطني فاهم الله لقراء، هل نرى هذا المثل نراه فعلا؟ أكيد، ولكن ماهوش لهذا الحد، لأن عادة الفهمة ترتبط كثيرا الرفاهية، الله لقراء. وأنا أرى أن القراءة والكتابة والتعلم وكذا والخير هي مفتاح الفهامة. قد نجد إنسان يحمل شهادة متعلم، ما هوش مثقف، متعلم ولا يحسن التعامل، متعلم لكن الجهل جهل، إذا كان ما عندوش مستحيل يكون فاهم بالمفهوم الواسع. الأستاذ المختار، أنت متفائل أم متشائم؟ الحمد لله متفائل. 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 ما هي أكلتك المفضلة؟ طعام. طعام بلحم الضان. طعام. بلحم الضان. بلحم الضان. هل الأستاذ المختار يسمع الموسيقى؟ أي نوع من الموسيقى؟ كنت أسمع الموسيقى الشرقية ولا رأس أم كلثوم، لكن الآن قل ما أسمع شيئا. الكبار دائما يسمعون الغناء الشرقي، الكثير من التقيناهم يسمعون هذا النوع من الـ من الـ من الـ من الموسيقى والغناء، ما السر في ذلك؟ لا 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 أملك جوابا على هذا. كم لك من الأبناء؟ الأبناء نعم 2 و4.
اثنان وأربعة. اثنان ذكورا وأربع إناث. أيوة. حفظهم الله ورعاه. هل لديك نادي رياضي تفضل أنت؟ محلي. نادي عالمي. عالمي أنا أتفرج. تفرج. أتفرج. للمتعة فقط. ولا يهمني انتصرت البارسا أو الريال. لا يعني. لست برصا ولا ريال. أبدا. أنا أتفرج. تتفرج للمتعة. أنا أتفرج. المنتخب الوطني هكذا. المنتخب الوطني ومولودية الجزائر وكذا. هذا انتبه عنه. نعم. أما الآخر. ما هي النصيحة في ثلاث كلمات؟ وبين قوسين وما لا تعرفه ربما أنت ولا كثير منك أني أطرت الأربية. إيه. ها. في مرة في سنة من السنوات كنت أمينا عاما لمكتبها. الأمر الرياضي البيزنسي. وفتحنا نادي في 76 أول ما بنيت هذه دار الشباب مصطفى لطرش الكرة الطائرة. سعيد طوير بالتحدث كيحل الصالح الرياضي حبيب مصطفى مجموعة. وكنت أشرف على فريق كرة يد وشاركنا في دورة في البليدة مدة أسبوع. كان فيه بنت الرحمن حماد بشير بودبوس بودبوس أحمد ميمون بشير بودبوس معراج مجموعة علي بن دراح في 89. هذا كنت ماذا؟ الناشطون الجماويون هذا بسلام مدني. ماذا تمثل لك الجزائر؟ وطن لا بديل عنه. ومسعد؟ الأم. كلمة أخيرة. شكر لكم جميعا وطلب الأبناء الذين درستهم كلهم أنهم يستغفرونا ويسامحونا على الكثير من الأخطاء ومن التجاوزات ومن التهاون الذي هبطنا منه. والدعاء الولد بالشفاء. ربي يشفيه ويعافيه إن شاء الله. ولدي مصطفى. مصطفى ربي يشفيه ويعافيه إن شاء الله ويمده بالصحة والعافية. هنا أعزائي المشاهدين انتهت حصتنا ولقاؤنا مع السي المختار حفظه الله ورعاه، وفي لقائنا مع شخصية أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.